حياكم الله مشاهدينا وما كنتم تتابعونا وحلقة جديدة متجددة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. أرحب بالزملاء العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زميلي فايز. مساء الخير. مساء الخير مشاعل ومسي على كل من يشاهدنا عبر شاشتنا الفضائية الكويتية. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام مع مساء الخير يا كويت والعديد من الأنشطة والفعاليات المقامة داخل وخارج دولة الكويت وأيضا الضيوف الكرام. ما عليكم إلا أنكم تتابعونا بعد فاصل قصير. أعزائي نبدأ معكم هذه الباقة من الأخبار المحلية بمتابعة لما تقوم به الحملة الوطنية للوقاية من السرطان المعروفة باسم كان وما تعمل عليه من تعزيز وترسيخ لمفهوم الشراكة المجتمعية في الوقاية ضد الأمراض. مركز الرعاية التلطيفية أقام ورشة العمل الثانية على مدى 4 أيام تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وبرعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي وحضور مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور أحمد العوضي ونائب رئيس حملة كان الوطنية الدكتور خالد صالح. ونحن اليوم الحقيقة تشرفنا بهؤلاء الضيوف من أجل 4 أيام لورشة العمل التي سوف تنتهي بتدريب متدربين للرعاية التلطيفية. ومن المعلوم أن الرعاية التلطيفية هي أحد مراحل رعاية علاج الأورام السرطانية، حيث أن مريض السرطان يمر بمرحلة التشخيص والعلاج ويتم شفاؤه في كثير من الحالات بفضل الله عز وجل، حيث تزداد نسبة الشفاء بين 60-70% من مجمل مرضى السرطان. وبعض الأمراض السرطانية تكون علاجها غير متوفر لسبب أو لآخر، أو أن المرض يكون متقدم بشكل كبير يستدعي ذلك أن يتحول المريض إلى الرعاية التلطيفية التي تهدف إلى تخفيف من أعراض المرض وتحسين نوعية حياة المرضى. هذه الخدمة أوصت بها منظمة الصحة العالمية